بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ونرحب بكل مشتركة جديدة، نقولها مرحبا بك خيتي، دخلتي عندي، ان شاء الله تعجبك قناتي ويعجبك الوصفات، كامل وصفات سهلة وبسيطة. اليوم ان شاء الله بدينا وصفة الكاطو تاع العيد. ان شاء الله هنايا درنا نص طرف زبدة 250 غرام، نديرو شوية تاع الملح هكا، ونديرو سكر كلاصي، ولا ما عندكش سكر كلاصي دير السكر العادي، برك شويه لازم تذوبه، ديروا هكا السكر كلاصي، مغرف صغيره لافاني، عندنا زوج حبات بيض وصفر، نديروا كامل المكونات تاعنا. هنا درنا زوج حبات بيض ووحده صفر، نبداو نخلطو هكا كامل المكونات تاعنا. درنا هنايا نص السمنة، كاس الى ربع سكر، ونديرو من بعد كاس الى ربع مايزينا، زوج بيضات كاملين وصفار وقرصة الملح و 250 غرام زبدة. خلطوها كامل هكا غير بيدينا، قادرة تخدميها بالباتور، بصح لي ما عندهاش الباتور تخدم غير بيدها. نديرو المايزينا تاعنا، نخلطو، نبقى نزيدو في الفارينة، لازم العجينة تكون شوية طرية، ماشي شوية، لازم تكون طرية، ونديرو هنا باكي خمارة تاعنا، ونلايمو العجينة، وهنايا قطعنا العجينة تاعنا، رققناها الرولو، شوفوا السمك تاعي يجي رقيق بزاف باش تجيك شابه، خاطرش نديرو حبه فوق حبه. نكملو كامل العجينه ونطيبوها على نار قليله، لازم يطيبو شويه صفرين. وهنايا بعد ما طاب الكاطو تاعنا، شوفوا كي طاب شباب هايل، انا لصقتو غير بالكوفيتير تاع الصقعدي، واللي تبغي دير كاش كريمه ولا دير لصقو بالكوفيتير كامل. وندير له هذا المول تاع السيليكون شباب، تعمري هنا بالشوكولا، الشوكولا ما دير لها حتى اضافه، باكش باكي ديمو ليها، ومن بعد نوري لكم الكاطو تاعي اللمسه الاخيره. وهنايا نعمروا لي مول تاع السيليكون تاعنا هكا بهذه الشوكولا، ساهلين. ولا بغيتي اللي عنده يدير بغيو اليمونتير من التحت ويدير فوق الشوكولا، تخرج الحبه بغيو تخرج شابه. نكملوا كامل هكا. الكاطو تاعنا وجد، جا هايل، نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش جات دايره، ديكور بسيط هكا. هنايا درت له البغيون، جا هايل، بغيو اليمونتير، العجينه جات هشيشه، نقسم لكم حبه تشوفوها. هنايا نقسم لكم حبه الشوكولا تاعنا، شباب ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ما تنساونيش خياتي، هبطوا حطوا ديروا لي جيم، ومع السلامه، تهلاو في روحكم.